السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمة محمد سامع أصل نوروي إن هالكم عاو وحن ربنا إنا نحسوب الدنو إن تبرعية نوروي سمي أنا واحد من دين صاقنا إن أرنكي مصيبة دي كل حبس بي مقالة مرحة صومالية مقدشو أفرية طبنكي أكتوبر إن رمكي أنا بقى ربعي نمقطع سيادة حبس صومالية حد نقود خلاله وغي شاليتو راح يدي كدا عين مقدشو يكوي هرما أنا لا يا هاي سمني ما أنت اللي ما تنا إلى هاي أول حريستو أنت دكتور كنت بتحا مصنع سنة إلى هاي عافية and أنا كأكو من إيران أيام and محرمين أنك هذا المرك هذا ما يحافظ ساجنة أصله سدي أنا ما تغنى أنا تبرع عندنا عيال جوا قريب كمان سدي أنا في صورنا وحن سكوت هنا أنا هو قريب تدمر كأبارة أنا أنا أنت يا دكتور كحافظ الدكان سكوت هنا حضورنا تعصوا سيابة بدل قفي سبوا بحية iyo dadintee socdaalna baabada garaacay oo gudada kale soo weydiyay intaba ee waxaan rajaynayaa insha Allah Ilaahay inuu ajri xasanad naga siiyo baajina saarana uu aha lacagta aan rabaa ka soo gudbino waxa weeyaan tiradeedu waa 1,800 iyo 3 hadalka waxaan u sii gudbin doonaa walaashay Safiya oo dhinacay ka fadhida بسم الله الرحمن الرحيم وقت انت ان اورا لها ولا شيء رحمة قالي واتري ما قاعد يقول حوية صفية الشيخ محمد وحوية وحوية الدوسية لعكة ماشا قلت انا قولي التمقل سيديت بقل اللي سيديت اللي صدق جديدة جديدة نساعدش كان وقدوسين هنا مركا عاوسا سنسكبوني من دمان جدا ماشا هذا هو حوية وجدا سوح القاعدة يوم شخصياً سوحل قاعدة إلى أن تساعد سياه وشيخ ونيا مصيبة أول ذات من قاعدة كما يقول الشو وأحمد يو عبد القادر بسم الله الرحمن الرحيم سألك أحمد وعروتا حرمان سوا عروتي وإلهي عافية وعروتي سنوال قرنتي والمعسنتين قبع الصوماليات مثل أبن حسن على الكسيو شغل ونحسن مفنع صوخة وكان طبعا جوا حياة بواطئي ومصيبة رنتي مداني تعلقي كد أهان إيو كد بلش أهان مدى الصوماليات دي كمودة كنوري وحب سلاك على الماء لهم قايب كان مخمم لبكا سلاحة إلو مكاقا يبقى عظمه دي نقولها دفي كل شيء دي نقولها محوها تفكير فضاء وحمد نهاية السفرات كي لا يعطي نقلة تفكير كوانت لها إنت مرتا ما دام أن نقلت أن ماشي أن تشوبني أو موقال فني أوسن جيوه ناكي بتكين أنه حلقة أرنو أيان مقرناي هذي إلى أن نهاية مرتا تنوحا قيب كهيد قرمة كيبود أن سمعين إلي لقانا هان حافظ دام توها ساغنة كبدا الصومالية الإسلاح القامي تكمد الساغنة نمتي أدبا لغما سنتين يا أدي حتى أنا نكسيه قارش خالص كسوار ولسان إن شاء الله تعالى في الديار أنا وحنا حق الجنة إن شاء الله تعالى هل كان لك بدون لا جاري سيدة أم لغة الواجهين كوي تون كل ست بقول سيدتين سيدة حرون مركا إن شاء الله تعالى والألف يا أحمد حنان أدرك لك فضيا أن أيام الجنة إنه لو بدون إن شاء الله تعالى الحق رحمة يكون في سبيل الله مركا لو تحديه maanta waxaan doonay lacagtii ay iska hooyeen qalliga ahaada waxa way codkiiga bedelmay xoogaa doontaa xiran marka waxaan gudoonay sida uu sheegay walaalkii cabdulqaadir waxaan joognaa xaafadda saagana ee degdelka qutaalna magaalada oslo waxaan gudoonay lacag ah 1,800,883 waxaana ka gudoonay oo xaafadeedii aan joognaa walaasheen raxmo iyo safiyo waxaan leenahay aad ba u mahadsantihiin sida isku xilqaanteen sida dadkiina walaalihiina ee dhibaatadu ay ku dhacday ay uga gubateen aad ba ugu mahadsantihiin ajri xasanaadna allahna ka siiyo gurmadkan iyo arrintaana meel kasta oo norweyd ayay ka soo cotaa laakiin xaafada reesaagana aad baan ugu mahadcelinayaa sida gaarka ee isku xilqaabeen iyo ayagu xaafad yar aan lacag cadadkan leego ay soo aruuriyeen runtii waa arrin ku dayasho mudan aad iyo aad baan idinkaga mahadinaynaa waxaan leenahay ilaahay ajri xasanaadana ka siiyo aad baan u mahadsantihiin anaguna lacagtan insha allah waxay gashay gacan ammaana waxaana ku wareejin doonaa gacan ammaan hadii ilaahay idmo aad baan u mahadsantihiin insha allah